الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أزور سيدي مولاي قمر بن هاشم وساقي عطاشا كربلاء زيارة مني ونيابة عن جميع إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها طاعة قربة إلى الله تعالى، فنسألك يا رب القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسول ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيه، فنعم الأخ المواسي لأخي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. فألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين على محمد وآل محمد، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. والله البعود ما ينحمين، والله البعود ما ينحمين، مروتك يا راعي الغيرة رد للزيارة ويلا طوم عبدك وطيحت بحيرة. والله البعود ما ينحمل مروتك يا راعي الغيرة رد للزيارة ويلا طم عبدك وطيحت بحيرة. طالت مسافاتي الزمن ويركض عطشها بروحي ونار القلب تشوي اللظى الحيطان ملت نوحي. تقنع عيون بصورتك بس شقن جروحي. شما أذكر الحضرة صحيت الله يا مذبوحي. فزت تجاعيد الهجور وبان البعود بعيوني. خذني إليك يا أبو علي بس انت تدري شلوني، بس انت تدري شلوني. تربة عجيبة بالدم خضيبة صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. كل ما قسى وياي الدهار وبوجه سدي الباب يا كربلاء لارضيتش أحين يا ريحتي الأحباب. من ابتعيد عن تربتيج بجفون أشيل تراب بيه الأمل بيه الشفاء مو بس حزين ومصاب. بذكرياتي عمري وحياتي أقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة. أقسم قسم والبيئة لم يمشي الطبيبة. لو سافريت وتغربيت يبقى القلوب وياك وابقى انتظير فوق الجمور ما
ما ينحمي الفرقاج يا كربلاء والشار رفيج واشرف أريض خلاج لهفة طفيل ضعيف غروب أتلهى في الملقاج بيني المناير ظل قلبي حاير قلبي انجسم والبي ألم يمشي الطبيبة يمشي الطبيبة طبع الشميع من يشتعيل طبع الشميع من يشتعيل تخلص دموع بساعة وحال النهار لما يجيف تبكي على حال القاع بعدك أظل مثلي السفن تاهت بلا يشراع مهما حصل أبقى الوفي واللي يشتري وما باع لو ما قبلتي حبي ولهفتي أصبح عدم والبي ألم يمشي الطبيبة صارت علم والبي ألم يمشي الطبيبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعطفه ورضاه بحق أمه فاطمة الزهراء إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات